أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مفتاح الماضي، بتسمعهم يوسف أحمد وعجيبة جديدة من عجائب الماضي. وقبل ما ابتدي الحكاية بفكركم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وشير على قد ما تقدروا، تشجيعكم مهم جدا ليا علشان أقدر أستمر بإذن الله. وتعالوا معايا نسمع عجيبة جديدة من عجائب الزمن. حكايتنا النهاردة مع الوالي محمد سعيد باشا، الوالي اللي تنسب إليه مدينة بورسعيد الشهيرة. الوالي محمد سعيد كان صديق مقرب جدا لفرديناند دي ليسيبس صاحب مشروع قناة السويس. المشروع ده اتعرض على محمد علي زمان لكنه رفضه لعدة أسباب، منها إن المشروع ده هيزيد التدخل الأجنبي في مصر، لكن ما منعش إن الفكرة لسه موجودة ولسه معروضة، لكن إمتى الوقت المناسب لطرحها من جديد؟ في إحدى المرات اللي دي ليسيبس كان موجود فيها في مصر، كان من ضمن رحلة صيد وتنزه مع الوالي محمد سعيد باشا والحشية بتاعته. دي ليسيبس كان ماهر جدا في ركوب الخيل، وأثناء المشي في الصحراء قفز دي ليسيبس بحصانه قفزة أبهرت كل الموجودين سواء الحشية أو الوالي نفسه، والكل قاعد يحكي ويتحاك عنها. حشية الوالي بقت فخورة إن مولاهم يعرف ناس متميزين بالشكل ده. استغل دي ليسيبس إعجاب وإنبهار الناس بيه خصوصا الوالي، وحس إن ده الوقت المناسب لطرح فكرة مشروع قناة السويس. وفعلا طرح دي ليسيبس الفكرة على محمد سعيد باشا اللي وافق عليها وتم تنفيذها بالفعل. قفزة حصان قفزت بمصر المصير تاني خالص. فيه أعجب من كده؟ أتمنى تكونوا استمتعتم بالحكاية، ونتقابل تاني في حكاية جديدة وعجيبة جديدة من عجايب الماضي.